كان لاعب، وذاك الوقت تدرون ايام العبوديه اللي تسجل بنادي خلاص ما تقدر تطلع، ما تقدر تروح ولا مكان ثاني. نعم. فكان يبيني يعني يكون بنادي يعني بوجهة نظر يعني يكون نادي حق المنتخب افضل، حق نادي جماهيري وهالامور. نعم. فلما صعدت تحت 15 اول يوم ثاني يوم ثالث يوم مباراه انا برا، مباراه ثانيه انا برا، مباراه ثالثه انا برا، مدرب تغير علي، ايش السالفه؟ ما ايش السالفه؟ قال انا ما احتاجك، ما بيك، اي تروح اطلع. بذاك الوقت ولد صغير وربعك يلعبون وانت ما تلعب، يعني وصلت للبكي يعني تعبتي و... لا هو شايف اني مو زين يعني ما اخدم افكاره طريقته. نعم. مو لاعب زين بوجهة نظره، بالاخير هو قراره يعني. ايه. بعد ثالث مباراه قال لي بي معي، كلمني المدرب قال ترى عندك مباراه، كنا نلعب خميس وجمعه ذاك الوقت. نعم. خميس تحت 7 ساعات كذي يعني، قال ترى عندك مباراه باكر والعقبه معانا. إذن كابتن أحمد عجب، البداية كانت جميلة مع نادي الساحل رغم الصعوبات اللي واجهتك في المراحل السنية، يعني ما تحس أنه 16 سنة عمر مبكر على لاعب أنه يكون في الفريق الأول؟ لا ذاك الوقت كان ترى أغلب جيلي لعبوا 16-17 سنة. تشوف أن هذا العمر مناسب؟ مفروض هذا العمر، نحن حين حالياً يوصل 23-24 سنة وما يلعب فريق أول. نعم. مش حاجة تلعب كرة غدا يعني، خلينا نكون واقعيين. نعم. إذا النجم ما يلعب وهو صغير ما لاحظ بجيلي كله تلقاهم كلهم لاعبين 16-17 سنة فعلا مثل ما تفضلت. بدر المطوع لعب 17 سنة منتخب أول. نعم صحيح. فهذا شلون بدك بتصير نجم إذا ما تلعب؟ صحيح صحيح. عمره صغير. إذا كابتن أحمد 2003 الفريق الأول مع نادي الساحل، استمريت إلى عام 2007، كلمني عن هذه التجربة. هذه كانت ترى أول كنت الواحد كان يعتز وفخور جدا ويعرف لاعب، يعني أنت تحت 17 تدري لاعبين الفريق الأول منه، يعني أذكر يوسف دابس، أحمد الدلماني، نايف شجاع، الجيل هذا. نعم. الحين لا، الحين لاعبين ما راح يسمعكم ما يعرفون مناديهم، لاعبين منتخب الكويت ما يعرفون. فالدنيا تغيرت بس لعبنا يعني حققنا. شنو السبب كابتن أحمد؟ شنو ليش ما قاموا يعرفون اللاعبين اللي قبل؟ بوجهة نظري مشاكل الرياضية اللي صارت، ما يصير كل سنة سنتين إيقاف، حرب بين الناس بين الجماهير. كرة قدم تجمع ما تفرق. صحيح. بالأخير أنا أختلف لك داخل الملعب، يعني وليد علي من أكثر الناس اللي نحبه برا، من أكثر الناس اللي الحين اليوم كذا أنا متواصل وياه. نعم. بالملعب كنا شو أقول لك، أطلع من الملعب والله ولا كنا في شيء. فالمشاكل اللي سووها يعني ممكن أنا بوجهة نظري السوشيال ميديا الفترة الأخيرة، بعض الإعلاميين فترات الأخيرة اللي يقول لك أنا مع هذا ولا مع هذا. نعم. أنت خلك صاحب قرار، صاحب موضوع معين. نعم. الصح واضح يعني. صحيح. انا ليش اليوم اكون مع محمد باتر اصير ويا احمد؟ نعم. وهذا اللي قاعد تشوفونه الفتره اللي طافت هذه. نعم. ناس كانت تطق الحين بتطبل. نعم. وبتشجع. نعم. السوشيال ميديا مشكله. نعم. مثل ما تفضلت اكيد ان اليوم لما نتحدث عن المجال الاعلامي والمجال الرياضي اكيد ان نتمنى الافضل في قادم الايام، وتاثروا فعلا اجيال رياضيه مختلفه. يا ترى عندنا ناس شطار من افضل الاعلاميين بالخليج كلها تحصلهم بالكويت ومن سنوات وسنوات. صحيح. صحيح. عندنا الأمانة كفاءات على جميع الأصعدة في الإعلام وغيره. إذا استمريت 4 سنوات كابتن أحمد في نادي الساحل، أبرز المواسم بالنسبة لك متى كان؟ وموسم 2004 ممكن اللي خذت فيه هداف الدوري. نعم. يعني بنادي صغير وتأخذ هداف الدوري، ومنو كان يلعب يعني لاعبين حوالينك يعني كافي بشار عبد الله. نعم. هذا واحد من النجوم، فرج لهيب، خلف سلامة. وغيرهم يعني وغير المحترفين اللي كانوا ذاك الوقت. كم سجلت هدف في ذاك الوقت؟ اعتقد 15. نعم. او 14 اعتقد. فكانت هداف دوري قبلها بسنه 2003 اخذت هداف دوري على المحليين. نعم. اللي كان محترف معد يعني طايفني. نعم. بس 2004 اخذت على هذا، اخذنا ثالث كان ذاك الوقت بطوله الخرافي. صعدنا ذاك الوقت كان الدوري الذهبي والدوري الفضي، صعدنا الدوري الذهبي. جميل. كاس الامير طلعنا من دور قبل النهائي، كنا صعد نهائي، خسرنا من القادسيه. نعم. بلنتيات، فسوينا موسم ممتاز جدا كان ذاك الوقت. نعم. كانت لك اهداف جميله على ناديك اللي راح تنضم له اللي هو نادي القادسيه. اشوف هو قبل هذا انا سبب ان القادسيه يبيني، وهذا ذاك الوقت انك كنت اقوى على العربي اكثر. نعم صحيح. فهذا اللي خلى العالم تلتفت لك. انت احنا بايامنا خلينا نكون واقعيين كان القادسيه والعربي هالمباراتين تبدع فيهم الكويت كلها تعرفك. صحيح. فتركيزك وشغلك وتمرين موسم كامل على مباراتين
وممكن تكون اذا على ملعبك ما تنقل ما تكون اقل تلفزيوني فانت على مباراه واحده على ملعب الخصم نعم. فاذا الله وفقك بهالمباراه الكويت كلها عافيه طبعا لجماهيريه الناديين القادسيه والعربي. كابتن احمد عجب استمريت لمده 4 سنوات مع نادي الساحل، هل كان في نادي تميل له ولا تشجع ذلك الوقت؟ شوف خلينا نكون واقعيين، ذاك الوقت 90% قدساوي عرباوي صح. انا كنت اشجع القادسيه الامانه، كنت احب القادسيه، القادسيه عبيد حمد الصالح وقبلهم لا ترجع لي عاد المرعب جاسم يعقوب فيصل الدخيل. نعم. ف انت جاك عرف من نادي القادسيه؟ ترى كان حلم وما كنت ما كان بالنا راح يتحقق. توقعت انه مثل كل اللاعبين اللي بالساحل بالنهايه راح يجي؟ ما حد طلع صح. انا يمكن خدمتني مشاكل كانت ذاك الوقت في مجلس الادارات. نعم. ذاك الوقت 2007 تقريبا، فقدموا لي عرض نادي القادسيه وقدم نادي العربي. كان 2007 اي نادي العربي طبعا كان اكثر نادي ذاك الفتره كنت مقول عليه، فكانوا يبون ياخذوني. القادسيه داش طرف، الكويت داش طرف ذاك الوقت بعد، بس اكثر فريق دفع مبلغ العربي دفع. نعم. انا اتذكر كانت اسعار اللاعبين ذاك الوقت 50 40 هالاسعار، فكلم اعظم الاداره احنا مضبطين مع 4، الخامس قال اذا جبت واحد انا اصير السادس وياكم عشان مجلس الاداره يوافق. جميل. اي قال لا تكلموني. كان اجتهاد شخصي هذا. اجتهاد شخصي انا واخواني وهالامور. اخوك يذكرك يقول لك انت تذكر، قلت لك لا تدش الساحل عشان. ايوه. وكان خالد خليفه العازمي رئيس مجلس الاداره حاليا في نادي الساحل كان هو امين السر ذاك الوقت، وهو اللي ما قصر معي شهد الله يعني، كان واقف معي. نعم. فهم اللي كانوا يشتغلون في مجلس الاداره، قال واحد من الاعضاء كم بيدفعون يعني؟ نعم. 50,000. قال يدفعون 50,000. قال لا 50,000 شوية، إذا يدفعون 70,000 أنا موافق أصير وياكم وما لي شغل بربعي. نعم. فمسي على أبو عبد العزيز أخوي الكبير فواز الحساوي، قلنا له أبو عبد العزيز قالوا 70,000. قال يلا ما في مشكلة. ممتاز. تشيكي باتر جاهز. يا سلام. وأنا كلمنا هذا، قال إذا يدفع 70,000 أبصم بالعشر أنا موافق. صاروا بمجلس الإدارة غير كلامه. قالوا لا احمد ما يسوى 170,000، قال 150,000. تدبلس منو 150,000 بذاك الوقت يعني ما في احد. مستحيل يعني خلاص مستحيل. اي والله، بس اذا الجماعه موجودين، فواز كان ناوي بذاك الوقت، قال ما عنده مشكله. اللي عرفت ان العربي دفع اكثر، بس قالوا لي لا اختار ما اختار، وصارت هالامور. وكوني قد ساويتي وكل الفلوس ما راح اخذ منها يعني. اي ففضلت اني اروح القادسيه. فلما سبحان الله بغيت اوقع، كان توقيع يوم السبت المفروض. شلون اقنعتهم بالنهايه يعني؟ هو شوف هم وافقوا على المبلغ. مبلغ كبير ليش النادي بعمره، كان اول معسكر يطلعون فيه نادي ساحل بفلوس. الربع يقولون كلموني لاعبين من ضمن عبيد الرشيد، عبيد منور الرشيدي، واحنا رايحين معسكر بفلوس احمد عجب. اي والله. فقالوا ال 150 اخذها النادي، اللاعب ما ياخذ شيء. لا ما راح اوقع، انا لي حق بالفلوس، نفس ما لكم حق. يلا لك 10 لا 20 لا، وصلت لي 30,000. نعم. قلت لا بعد، قالوا اذا ما يبي كيف خلاص اقعد بالنادي. نعم. فكلمني محمد اخوي قال لي يا احمد يا تروح تاخذ 30,000 تلعب بالقادسيه والله يوفقك هناك. نعم. وتعوضها ولا قاعد ببيتكم طول عمرك. نعم. والله وافقت ورحت القادسيه، وباول موسم القادسيه لعبت والله وفقني، واللي بعده رحت الشباب السعودي ب 750,000 دولار. نعم. فسبحان الله عشان الله عوضني المبلغ المالي. وشوف نادي الشباب قدموا ايام التصفيات، كانت تصفيات كاس العالم اللي هي كنت اقول فيها على لبنان على سوريا على الامارات. كنت ماشي الفتره اللي اخذت فيها ثاني هدافين العالم، يعني بين 2008 كنت ثاني هدافين العالم. فكنت يعني كان الخليج يشوفونا يعرفونا، فقبل اعتقد الهلال، بس كاس الملك وصلنا النهائي وخسرنا من الهلال اعتقد بالاضافي قول علينا. كاس ولي العهد خذينا نادي الشباب، وكاس الامير فيصل خذينا. يعني كان جيل يعني عبدو واحمد عطيف ناصر الشمراني وليد عبد الله، لا كان جيل. شوف مع القادسيه انا حققت كل شيء، حققت دوري، كاس الامير، كاس ولي العهد، كاس السوبر، كاس الاتحاد، كاس الاتحاد الاسيوي،
كنا بنحقق كاس الأندية الخليجية. نعم. لعبنا مباراة هني، كنا نصعد نهائي يعني. احنا كانت مباراة سنتين ورا بعض نتصدر الدوري قسم الأول، فرق 17 نقاط. نعم. قسم الثاني ما أقدر نفوز، شو يعدينا، كان منافسنا المباشر نادي الكويت بذاك الوقت. نعم. يعدينا الكويت نقطتين 3 نقاط. فكان فواز الحساوي يسوي اجتماع، تعال انا قاعد اتكلم، يقول شو فيكم، شو اللي صاير، شنو تبون يا اخي، من الاخر تبيعون